حيث عبر رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد البيبة عن سعادته بلقاء رئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الرئيس أبدى دعمه لحكومة الوحدة الوطنية. وأوضح البيبة عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الرئيس السيسي أكد على أهمية وحدة التراب الليبي ووقف جميع أشكال الحرب بين الليبيين، معربا عن تطلعه إلى علاقة استراتيجية بين البلدين الشقيقين والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها مصر. تعد زيارة رئيس الوزراء الليبي الجديد إلى القاهرة هي أولى زيارة رسمية له بعد تكليفه برئاسة الحكومة عقب انتخابه من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف. معنا تفاصيل أكثر لحضراتكم مشاهدينا الكرام. معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمد فتحي الشريف والمتخصص في الشؤون الليبية. مصبح على حضرتك. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. استاذ محمد، دلاله ان تكون اول زياره لعبد الحميد البيبة الى القاهره ما هي؟ يعني هذه دلاله توجهه الى القاهره في اول زياره رسميه للسيد عبد الحميد البيبة خارج الاراضي الليبيه، تؤكد على ان القاهره هي قبله الحل للازمه الليبيه، وانها هذه الزياره استكمالا لتفعيل مبادرة إعلان القاهرة التي أعلنت في يونيو الماضي. وأعتقد أن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي أعطوا اهتماما كبيرا للأزمة الليبية، ولولا تدخل الدولة المصرية في الأزمة الليبية كانت هناك تداعيات خطيرة لهذه الأزمة. وبالتالي توجه السيد عبد الحميد البيبة إلى القاهرة تؤكد على دور مصر الراسخ في أمن واستقرار الدولة الليبية، وتؤكد أيضا على الدور الحقيقي لإدارة الأزمة التي تقوم بها الدولة المصرية تجاه الدولة الليبية التي للأسف الشديد تمكن منها المجموعات المسلحة في الغرب الليبي. وبالتالي السلطة الجديدة ترغب في إقامة شراكة حقيقية مع مصر، لأنها تدرك أن مصر وليبيا على خط أمن واحد، وأن استقرار الدولة الليبية يعم بالأمن والسلام على الدولة المصرية. وهذه تفتح أفاق جديدة للحل، لأن هذه الحكومة أمامها تحديات عديدة جدا، وهذا المجلس الرئاسي الجديد أيضا أمامه تحديات عديدة جدا، وأبرزها كيفية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف، وكيفية إخراج المرتزقة ودمع الأسلحة وتفكيك الميليشيات، بالإضافة إلى كيفية اعتناء بالحالة المتردية من المعيشية المتردية للشعب الليبي. وبالتالي التباحث مع القاهرة وأخذ وجهة نظر القاهرة في كل الجوانب، سواء كان جوانب التنمية أو جوانب حل الأزمة السياسية، هو أمر مهم. وأعتقد أنه جاء ليستمع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في وجهة نظر الدولة المصرية في مسار تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. نعم، نشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي محمد فتحي الشريف والمتخصص في الشؤون الليبية.